واضح. التمرين الثاني هو في وسط حمضي، دونك نسكب في محلول دو سيونس مات، نسكب في محلول كهربائي، محلول كهربائي من الماء المحمض، يعني وسط حمضي. الوسط الحمضي كنجيو فيه اودو بزاف، تجميع الغاز نضعه فوق كل الكترود من الجرافيت، انبوبة اختبار مقلوبة مملوءا بالماء، ثم نجد التحليل الكهربائي الممتد. دونك عطوني شدة التيار كو المزوجتين، عطوني هذه، يعني هنا الوسط حمضي ضر لي كل الاكسجين، عطوني اش بلس اش دو. الحجم المولي في الظروف التجريبية، اعطي عدد الاقتراحات الصحيحة. الالكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد هو الانود، صحيح. دونك الالكترود المرتبط بالقطب الموجب هو الانود، لان قطب جواره اكسده. التحول القصري التفاعلي يتم في الملح المعاكس للتحول التلقائي، صحيح. خلال اشتغال المحلل الكهربائي يحدث اختزال عند الانود، خطأ. يخرج التيار من المحلل الكهربائي من الكاثود، دونك هنا باش تفهموها غيخرج عندنا هنا من الكاثود. نعم علاش باش نفهم انايا، دونك هذا هما التيار الكهربائي. دونك هنا التيار هذا قلنا غيكون انود، يعني داخل ليه، وهذا الكاثود خارج منه، دونك صحيح. واضح. دونك السؤال جزء، اكتب معادلة التفاعل الذي اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث بجوار الانود، الذي يحدث بجوار الانود. دونك الانود هو هذه المزدوجة اش دوزو او دو، لان هنا غيطرح عندي واحد العملية ديال الاكسدة. دونك الثاني الانود عندي هي او دو اش دوزو، دونك اش دوزو طرا ليها عملية الاكسدة، عطينا او دو. دونك انا عندي واحد نضرب هنا في جوج، انا غنزيد ربعة اش بليس، ربعة ديال الالكترونات. اوجد عند لحظة تي تعبير حجم الغاز بدلالة كذا، دونك تلاتة. دونك حنا في هاد المزدوجة تبادلو ربعة ديال الالكترونات، ربعة اكس. دونك وهنا كمية المادة عندنا هادي هي اي فوا ديلتا تي على اف، و اف كما كنعرفو هو عدد افوكادرو فوا الشحنة الابتدائية، كتساوي ربعة في كمية المادة ديال او دو. دونك كمية المادة ديال او دو كتساوي اي فوا ديلتا تي على ربعة في ان ا فوا الكترون. خاصكم تعرفو بلي فاراداي هو كيب تعبت افوكادرو فوا الكترونات. دونك هادي هي في ديال او دو على في ام كتساوي اي فوا دلتا تي على ربعة ان ا فوا او. دونك الحجم ديال او دو هو اي فوا دلتا تي على ربعة فوا عدد افوكادرو فوا الشحنة الابتدائية فوا في ام. نعوضو اي عطاونا هي صفر فاصلة جوج، المدة الزمنية اللي هي نقلبو على المدة الزمنية، المدة الزمنية عطاونا 8 دقائق، 8 في 60. في ام عطاونا الحجم المولي هو 24 على 4، 6.02 في 10 و 23 في 1.6 في 10 و 19. دونك التمرين 10 حتى هو في وسط حمضي، هذا بس التمرين هذا 2011 الهدية. دونك نغمر صفيحة من النحاس كليا في محلول مائي لنترات الرصاص، نترات الفتنة.